بعد انتزاعها للشوط الأول ولكأس الشوط الرئيسي في السباق الماضي. عادت وعاد الدبلوماسي، عاد الدبلوماسي، يا سلام يا الدبلوماسي، يقول لي مش مستعدة، يا سلام، الله 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 يا الدبلوماسي، العب غيرها يا أخوي، الحرب خدعة والرجال مواقف، سلام عليك يا الدبلوماسي. إذن أيها الأخوة، تهانينا والناموس لسعيد بن محمد السومالي من فاز وانتزع هذا الشوط المركز الثاني باللفجح، ونصل إذن مشوش أيها الأخوة، تهانينا ترجح بن خزينة، صح لسانك يا شاعرنا ويا محللنا بخيت بن خزينة، إذن يحسم مجريات الشوط، تهانينا لمالك مشوش سالم بن هادي باللفجح على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس المركز من هذا الموقع ومن هذا المكان إلى عزبة من يقودها ناصر بن راشد المري، تهانينا يا مضمر الفائزة، تهانينا، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، إذا تهانينا والناموس، تهانينا للفائزة ولمالك الفائزة ناصر بن راشد المري، تهانينا. لحظات الوصول ومرهاش ما زال، مرهاش ما زال صامد، الحنيش يحاول، الثاني على الدراجة له أيضا رصيد، الثاني يتسلل، يتسلل الحنيش، ولكن مرهاش صامد، إذن بمثيب والسندوانة والمعركة طاحنا أيها الأخوة، هب هب اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، مرهاش مرهاش مرهاش، تهانينا تهانينا، والنقطة الثانية في رصيد من بن سفران، بن سفران، الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لحظات حساسة للمضمرين، لحظات التنافس، أصعب لحظات على المضمر، ما زالت أيها الأخوة الظبي، وما زالت، إذن تهانينا تهانينا لمالك الشاهينية فهد بن سفران المري على هذا الفوز، يستاهل، ممدوح ممدوح، أو هذا اللي هو مياس 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 وممدوح، مياس وممدوح، ممدوح أيها الأخوة، ممدوح يحسم جولة هذا الشوط، تهانينا والناموس الشبيب بمحمد النعيمي المركز الثاني، مياس عبد الباقي محمد عثمان السوداني المركز الثاني صاحبة أفضل توقيت، ليست هذه، هذه عندها نقطة ونتوقع لها مستقبل زاهر، مشكور يا مالك هذه البكرة يا حمد بن غانم الهديفي ويا ناصر بن راشد المتميز حقيقة في هذا اليوم، يحرز النقطة الثانية، تهانينا له شخصيا ولحمد بن غانم في هذا الناموس الأول في هذا الصباح، والتهاني والناموس، الناموس موصول لشهوان بن غانم الشهواني على فوز للطام هذا الشوط، على هذا الفوز المستحق، على هذا الأداء الجيد، على هذا المسافة الممتازة، وهذا هو لطام، وهذا هو شعار شهوان بن غانم الشهواني، التهاني والناموس. الهاربة، الهاربة لسالم بن حمد بن جهيل، راعي النيتو سالم بن حمد بن جهيل في ثاني المراكز مع الهاربة، ولكن خلونا مع العنود، العنود التي عاندت على الجميع وانتزعت المركز الأول، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق يا أبو مشعل على هذا بهذا المركز وفي ثاني المراكز، التهاني موصولة كذلك من محمد بن بريك المري، أما في ثاني المراكز اللي هو الشقب، الشقب تعود ملكيته للسيد سالم بن هادي اللفجح، التهاني موصولة، وأما في قمة العريج انتزعت المركز الأول وحافظت على مركزها حتى هذه اللحظات، إذا لم يكن لبديعة رأي آخر، وفي هذه اللحظات تسللت بديعة، تسللت بديعة بكل قوة بكل اقتدار إلى رحاب المركز الأول وانتزعت المركز الأول في هذه اللحظات، بديعة لمحمد بن ذيبان المري، مراحل السنية والعمرية القادمة يا جابر يا ابن عبد الهادي يا راعي الشاهينية ويا راعي العديد من الأسماء اللامعة، يصل 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 بسلام وأمان، تهانينا والناموس المركز الثاني لمالك مصيحان حمد بن سالم بن مسعود، وبالفعل أنا أعرف شعار بن مسعود، يصل إلى خط النهاية، يصل إلى خط النهاية، تهانينا والناموس المركز، سلام يا سلام يا سلام يا روعة، تهانينا تهانينا والناموس لفران بن عتيق بن قريع على هذا الفوز، والتهاني لعلي بن حمد، تهانينا يتوجر على هذا الفوز، يستاهل بن خزينة، يستاهل هذا الفوز المستحق، زيد الزعفران يستاهل يستاهل يستاهل، لحظات الوصول المركز الثاني.